خلطة تونة لذيذة جدا. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة لأوضح لكم هذا الموضوع. خلطة تونة لذيذة جدا. أول خطوة لدينا، نقوم بجلب وعاء فارغ ونقوم بوضع التونة بداخله، ثم قوموا بالتركيز معي جيدا. نقوم بجلب علبة ذرة أعزائي وإضافة الذرة على التونة، وبعد ذلك نقوم بجلب فص ثوم ونقوم بوضعه وهرسه على التونة، وبعد ذلك نقوم بإضافة القليلة من الحليب وإضافة القليلة من الدقيق، ونقوم بعد ذلك بإضافة القليل من المايونيز والخل، ونقوم بتحريك جميع المكونات. وادعوا لي على هذه الوصفة الرائعة جدا. إلى اللقاء.